جمعية الهداية الخيرية التي تواصل جهودها في العمل الخيري في سبيل دعم العمل الخيري والإنساني من خلال الحرص وبشكل دائم على توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة وأيضا المتعففة طوال هذا العام. في هذا الصدد قامت الجمعية بتوزيع كسوة الشتاء على أكثر من 500 أسرة محتاجة والتي تشمل أجهزة تدفئة وأغطية لتقيهم برد الشتاء. لنتابع. جمعية الهداية الخيرية أطلقت سلسلة من الحملات الخيرية داخل دولة الكويت تحت شعار حملة الشتاء والتي تستهدف الأسر المتعففة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ننفذ مشروع حملة الشتاء. نفذنا قبل فترة مشروع الكسوة 1850. اليوم المرحلة الثانية توزيع الدفايات والبطانيات على 500 أسرة. راح يستفيد من هذا العمل تقريبا 2000 شخص. طبعا كل هذه الأعمال داخل الكويت يستفيد منها جميع شرائح. جمعية الهداية الخيرية تعتني حقيقة في التدقيق على الحالات قبل لا يتم التوزيع. هناك بحث للحالات يتم من بعدها تحديد الفئة الأولوية، طبعا الأرامل والمطلقات وضعيفي الدخل، ومن بعدها يتم تحديد المستفيدين من هذه الإعانات. المرحلة الثالثة راح تكون حق حملة الشتاء، لأن حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى أهل الكويت كرمهم وافر، أسأل الله يتقبل منهم. راح تكون فيه تتمة ثالثة لهذه الحملة. المساعدات شملت توفير كسوة الشتاء والمواد العينية والأجهزة الإلكترونية والتي استفادت منها أكثر من 500 أسرة. طبعا نستهدف الأسر المحتاجة داخل الكويت في حملة كسوة الشتاء. أطلقنا روابط إلكترونية للجميع، خلالها يتم التبرع، ومن فضل الله عز وجل هذا الآن المرحلة الثانية وفي مراحل أخرى، وكلها عن طريق الرابط أو طريق الهاتف للجمعية. يساهم التعاون المستمر بين الجمعيات الخيرية والمتبرعين في تفعيل الدور المجتمعي الذي يربطهم بالعمل الإنساني والخيري. وعلى حويدر، تلفزيون دولة الكويت.